معاكم دينا جمال. نكمل ألواننا ونشوف إيه اللون اللي اخترناه النهاردة. اللون اللي اخترناه النهاردة هو ملك ألوان الشتاء اللي هو اللون النبيتي. اللون النبيتي من الألوان اللي بتتربع كده على عرش الألوان في الشتاء، وكل الناس أول ما بيجي الشتاء تلاقي على طول كله لابس النبيتي. طب إيه الألوان اللي هتليق مع اللون النبيتي وتخلينا نلبسه بأكتر من شكل كل مرة، ونجدد فيه ونبينه بشكل جديد وبستايل جديد؟ أول لون اخترته معاكم هو اللون اللبني، وأنا لبست اللون اللبني. اللون اللبني من الألوان المش تقليدية مع اللون النبيتي، بس من الألوان المميزة جدا اللي بتخليه يظهر بشكل جميل قوي. اللون التاني اللي اخترناه هو اللون، وبرضو على فكرة ده اللون ده أنا عمري ما لبسته عليه قبل كده، بس وأنا بجهز الألوان للون النبيتي لقيته بجد جبار جدا، شكله شيك قوي، اللي هو اللون المنت. اللون المنت بصوا لقيته بجد رهيب، لقيته درجة من درجات الأخضر، خصوصا المنت اللي داخل على الأخضرات، بس بجد شكله شيك جدا عليه. مع اللون المنت ممكن نلبس النبيتي البنطلون، ممكن يكون جينز مثلا، ونلبس معاه الجزمة والشنطة أو البوت والشنطة، ممكن أسود، ممكن نبيتي للي متوفر عنده اللون النبيتي. اللون الثاني من الألوان اللطيفة قوي مع النبيتي هو اللون الكافيه. لون الكافيه برضو من الألوان الحلوة قوي اللي بتليق مع النبيتي، وممكن زي ما انتم شايفين السنه دي البوت البيج الكافيه كده ممكن هتلاقوه كتير، فممكن يتلبس معاه بوت كافيه وشنطه كافيه، او لو هنلبس معاه بنطلون مثلا اسود فممكن يبقى البوت اسود والشنطه سودا. اللون اللي بعد كده اللون الجملي. اللون الجملي من الالوان الحلوه قوي برده مع اللون النبيتي وبتليق معاه جدا، ولو هنلبس هنا معاه مثلا بنطلون بيج او بنطلون جينز الاثنين هيبقوا لايقين جدا معاه. هنلبس البوت جملي والشنطه جملي برده، او هنلبس البوت نبيتي والشنطه نبيتي، على حسب انا لابسه السكارف بتاعي ايه او الشميز بتاعي ايه. ويعني دايما خلوا البوت مع اللون اللي من فوق، يعني ما تخلوش مثلا لابسه بوت مثلا لابسه بنطلون جملي والبس البوت جملي، او لابسه بنطلون بيج والبس البوت بيج، لا خلونا دايما العكس. انا لابسه فوق بلوفر نبيتي يبقى البنطلون مثلا بيج يبقى البوت بتاعي نبيتي. خلوا دايما درجه البوت مع درجه البلوفر. لو انا لابسه البنطلون هو اللي نبيتي هنلبس مثلا البلوفر جملي يبقى البوت جملي والشنطه جملي مع الجزء اللي فوق. انا مثلا النهارده لابسه النبيتي مع اللبني اهو، لابسه البوت بتاعي نبيتي من تحت نبيتي، فعلشان نحس ان يعني في راحه للعين مع الالوان، ما يبقاش اللون مع بعض من تحت لون واحد ومن فوق لون واحد فتحس ان اللون اتقسم، لا ندخل الالوان مع بعض ازاي؟ ان احنا بنلبس البوت والشنطه مع الجزء اللي انا لابساه من فوق. اللون اللي بعد كده اللي بيليق طبعا مع اللون النبيتي طبعا الاسود، بس والنبي بالله عليكم ما تلبسوا سكارفات على راسكم سودا ساده، يعني خلوها دايما فيها حاجه تكسر اللون الاسود. لكن طبعا انا لو لابسه بنطلون نبيتي هلبس بلوفر نبيتي، سوري هلبس بلوفر اسود والشنطه والجزمه او البوت والشنطه سودا، طبعا انا بمنتهى الشياكه. لكن الاسود القاتم على الوش يعني انا مش بفضله، لازم يبقى مثلا في زي ما انا عامله هنا مثلا السكارف بتاعي في لونين الرمادي والاسود، لكن لو هنلبس الاسود بنطلون او بلوفر طبعا ده تمام لانه لايق جدا مع النبيتي ومن احلى الالوان كمان اللي بتبقى مع النبيتي. اللون اللي بعد كده اللي بيليق مع النبيتي قوي برده اللون الزيتي الاخضر الزيتي. انا هنا السكارف بتاعي كان فيه اخضر في نبيتي، فطبعا يعني هو اصلا تحسه ان هو بتاع البلوفر النبيتي، فالاخضر من الالوان ودرجات الاخضر وخصوصا الغامق، عشان احنا في الشتاء
الدرجات الغامقه بتبقى احلى من الدرجات الفاتحه في الاخضرات مع النبيتي. ده بيتلبس معاه طبعا بنطلون اسود وبوت اسود وشنطه سوداء، او يعني بنطلون اسود وبوت نبيتي وشنطه نبيتي. طبعا الاكسسوارز هنا على حسب اللون، يعني لو لابسه بيجات جماليات جمالي بيج كافي كل ده بلبس جولد، لو لابسه الوان برضو فاتحه زي اللبني المنت الجراي بلبس سيلفر، ولو انا لابسه من فوق مثلا اسود والبنطلون هو اللي نبيتي بلبس الاكسسوارز، لو انا حابه البسها نبيتي بلبسها نبيتي. يعني انا هنا مثلا انا لابسه اللبني لابسه سيلفر بس لابسه الحجر بتاع الاكسسوارز لونه نبيتي. اللون كمان اللي بيبقى حلو طبعا جدا وسيد الالوان يعني مع النبيتي اللون الجراي. اللون الجراي درجه الجراي بتبقى شيك قوي مع النبيتي، وخصوصا لو كانت بنطلون او جوب بتبقى في منتهى الشياكه، او العكس طبعا لو البنطلون هو النبيتي والبلوفر من فوق جراي برضه هيبقى تحفه. ولو لبست معاه في الحاله طبعا ان انا لو لابسه البلوفر من فوق هو النبيتي يبقى البوت بتاعي نبيتي، لكن لو لابسه العكس البلوفر جراي من فوق هلبس من تحت البوت المتوفر، يعني الافضل ان هو يكون جراي. ولو هيبقى اشيك واشيك يبقى الجراي السيلفر هيبقى لذ وشكله احلى مع الشنطه طبعا ومع الاكسسوارز السيلفر برده بتديني شكل جميل جدا. كده انا خلصت تقريبا الالوان اللي بتليق مع اللون النبيتي، وكده عملنا كوليكشن لذيذ جدا مع النبيتي، يعني غيرنا فيه باكتر من لون اكتر من شكل. ما ننساش لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك عشان شجعوني، يا ريت تعملوا لي تعملوا سبسكرايب للقناه علشان واعملوا فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم فيديو جديد والوان جديده، وكان معاكم دينا جمال.